مستمرة بالعلاقات التجارية وسوف نستمر بذلك، وأعتقد أنه ستقوم بعمل رائع في المسابقة. شكرا سيد الرئيس. كي أؤكد ما قاله الرئيس للتو يا لورا، لن يكون هناك قيود على تعاملنا التجاري عندما نرحل عن الاتحاد الأوروبي والسلام إلى الاتفاقية التي أخذتها في تونس ووضعناها أمام الاتحاد الأوروبي ليكون واضحا واضحة. هذه اتفاقية تفي بالتصويت الذي عقدناه عام 2016 بالنسبة لبريكسيت، وهي تفي بما يتطلع إليه الناس فيما يتعلق بالرحيل من أوروبا. إذا في نهاية العملية التفاوضية سنضمن أن الحركة الحرة سوف يتم التعامل معها، وأيضا المحكمة محكمة العدل الأوروبية أيضا سيتم التعامل معها. سوف نخرج أيضا من السياسات التي لا تفيد بريطانيا، ونضمن بأنه أن نكون قادرين على أن يكون لدينا السياسات التجارية المستقلة ونعقد اتفاقية حرة مع العالم.